بنلعب في الدقيقة 39 ونتيجة لا تزال التعادل بدون أهداف. 39 دقيقة وضربة حرة للعربي. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. بص شوف نام تايهي بيعمل ايه. نام، لا نام مين، صاحي صاحي مش نايم. نعم نعم نعم، نام تايهي لازم يغير اسمه بعد الماتش ده. نايم مين ده، صاحي وفي قمة التركيز وفي قمة الانتباه بحرفية. ويا جماله يا جماله على شني يوسف العربي. يوسف العربي وضربة الجزاء، فرصة هدف ثاني. يسجل، يسجل النجم المغربي الكبير وتصبح النتيجة 2-0 لصالح الإخوية. نعم 2-0 مع غرناطة. يوسف العربي لعب 145 مباراة وسجل 45 هدف، مع الهلال السعودي لعب 32 مباراة وسجل 16 هدف بمعدل نصف هدف من اللعبة وحدها، واضح في تعبيراته في اللعبة الأخيرة. فرصة هدف ثالث، يوسف العربي سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء. النجم المغربي يسجل، نعم يسجل يوسف العربي ثالث أهداف لإخويا. 3-0 حصلت مرة فقط من 5 سنوات في مواجهة الفريقين، عندما فاز الإخوية على العربي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. بقت من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين تاني، يبقى دي بعرض الملعب. يا سلام يا رجب، وفرصة الرابع، فرصة الرابع. نعم نعم نعم، هاتريك 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 هاتريك. يوسف العربي يسجل هاتريك للإخوية ويرفع الرصيد إلى 4 أهداف. 4-0. لم تحدث هذه النتيجة أبدا في تاريخ مواجهات الفريقين خلال مشوارهم منذ لحظة صعود نادي الإخوية للدرجة الأولى. أدي رجب حمزة، جميلة جدا، فرصة العمادي، فرصة العمادي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أول أهداف النادي العربي. لا تراجع ولا استسلام بعزيمة الرجال وهمة المحاربين، حتى لو لعبوا ناقصين بيقولوا راجعين راجعين راجعين. سجلوا هدف تقليص الفارق في جملة جميلة جدا من محمد جمعة إلى باولينيو إلى خيمينيز إلى